أهلاً وسهلا بكم وحلقة جديده من صالون نيرفانا والحلقه النهارده شيقه ومختلفه جدا النهارده بنتكلم عن جمالك وجمال مش طبيعي قلنا كذا مره ان جمالك من قلبك وبدل أنتي جميله يبقى روحك جميله والنهارده معانا الدكتور محمد عاطف دكتور تجميل وجراحه اهلا بك يا دكتور أهلية. منور الحلقة <applause> قبل ما نبدأ حلقتنا عن الجراحة والتجميل هناخد من حضرتك نصيحة على السريع كده في الأجواء اللي احنا فيها عن الكورونا <applause> الحقيقة طبعاً موضوع كورونا أصبح حديث الساعة على مستوى العالم كله وأصبح فيه تخوف عند كتير ومخاوف عند كتير من الناس ولكن احنا بنحب نطمن كتير من الناس ونقول لهم حاجه واضحه جدا وصريحه طبعي. ان في قمه تفشي وفي قمه ذروه المرض احنا عندنا الاعداد طبيعيه جدا ومناسبه جدا هنوصل للكيرف دوت وبعد كده هترجع الامور تستقيم بامورها بصوره طبيعيه جدا فنحب نطمن الناس ان حتى في قمه وذروه تفشي المرض احنا في الارقام الطبيعيه جدا 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 ما نقلقش يا جماعه ما نخافش الازمه هتعدي بصوره ما باي شكل هتعدي على مستوى العالم كله طب نصيحه يا دكتور على السريع الوقايه من الكورونا طبعا وسائل الاعلام المختلفه ما خلتش طبعا إيه إيه لحد ان هو يتكلم عن طرق الوقايه تيجي انها باستمرار بتوعي الناس عن طرق الوقايه المتكرره وغسل الايدين بالصابون لفترات طويله وغسل الايد بالكحول وكمان موضوع الماسك وموضوع الاوفر هيد والجلافز كل دوت من دور الرائد لوسائل الاعلام بصراحه كان دور رائع جدا الفتره اللي فاتت انها قدرت توعي وتقوي من توعيه الناس وده هيفيدهم كمان هيبقى لايف ستايل ليهم كمان بعد الازمه دي مش في الازمه فقط ده كمان هيساعدهم أنهم يبقوا بعد الازمه يحافظوا على نفسهم ويحافظوا على النظافه الطبيعيه بتاعتهم ودي هتبقى فائده او منفعه من منافع فاجعه الكورونا اللي حصلت في العالم كله تمام طيب ربنا يسترها على مصر مصر مذكوره في القران اصلا خلوها سالمين أكيد. النهارده حلقتنا مختلفه عن الحق على حقن الدهون الذاتيه هنتكلم مع الدكتور في اول مرحله هنتكلم ايه هنتكلم عن حقن حق الدهون الذاتيه هنقول ان دي احد التقنيات الحديثه في جراحه التجميل طيب. على مستوى العالم كله كتير منا بيحلم ان هو يحصل على الكيرفي لوك او تقسيمات الجسم كتير الطبيعيه <applause> بالظبط كده اصبح حلم ومطمح لكل السيدات وكل الفتيات وكل الناس اصبحوا بيحلموا بالكيرفي لوك علشان كده احنا في جراحه التجميل عملنا ابديت وتطوير علشان نوصل لحلم الكيرفي لوك اللي كتير من السيدات بيحلموا بيه نقدر نوصل للكيرفي لوك دوت من خلال عمليات النحت وعمليات حقن والدهون في المناطق المختلفه في الجسم وعشان كده بنقول ان حقن الدهون الذاتيه هو حاجه امنه انها دهون طبيعيه من جسمنا طيب. عكس طبعا المواد المالئه زي الفيلر امنه و... جدا يعني ما جداً فيهاش جداً اي مخاوف بتتم من خلال فتحات صغيره على سطح الجلد نقدر ان احنا نشفط بعض الدهون من مناطق ونحقنها في مناطق ثانيه بنعمل زي اعاده توزيع للدهون على الجسم كله. طب الفتحات يا دكتور كتير بيخافوا منها انها بتكون باينه ولا الفتحه بتكون صغيره؟ الفتحه اللي تتعدي سنتي تقريبا بتقفل لوحدها في خلال 24 ساعه ل 48 ساعه بتكون طيب. الفتحه دي قفلت تماما والتأمت بصوره طبيعيه طيب. ونقدر من خلال الفتحه الصغيره دي نوصل للطبقات الدهنيه اللي موجوده تحت ونستخلصها علشان نعيد حقنها في المناطق الثانيه ونعيد توزيعها في الجسم. تمام طيب. في دهون يا دكتور اللي هي الذاتيه بنحقن طب طبعا حضرتك اتكلمت اللي احنا حقن الدهون ممكن الخدود او الساديه او المؤخره او النحت طيب قبل ما نبدا في موضوع الحلقه اللي هي الغير ذاتيه تمام الحاجات الغير ذاتيه طبعا زي المواد المالئه اللي اتكلمنا عليها الفيلر تمام. والبوتوكس والسيليكون دي الحاجات اللي هي الغير ذاتيه خارجيه من الجسم تمام. لكن ذاتيه معناها ان هي من الجسم نفسه من الجسم ذاته الدهون بناخدها من منطقه ونحقنها من في منطقه طب الغير ذاتيه حضرتك م -م. مقتنع بيها او امنه ما هي طبعا امنه جدا مفيش فيها اي مشكله ومجربه بصوره علميه مفيش فيها مشكله، ولكن هي مش الفكره في امانها هي الفكره يعني ان هي بتبقى حاجات وقتيه وليست حاجات دائمه. يعني هي بتكون وقتية. بالظبط بتكون حاجات وقتيه. مدة شهور معينة. بالظبط كده على حسب المنتج او على حسب الفيلر او ماده الفيلر الموجودة بتعيش من 3 شهور 4 شهور 6 شهور، ولكن بتنتهي تماما من الجسم عكس الدهون طبعا الدهون هي حاجه ذاتيه من الجسم، الجسم بيتعامل معاها بصوره فسيولوجيه بصوره طبيعيه. علشان كده الجسم ما بيمتص منها كميه بسيطه واللي بيتبقى بيفضل يكمل معانا ويعيش معانا طول العمر طب في معلومه يا دكتور ان الدهون الذاتيه بتقعد ممكن في جسم يتقبلها مده معينه وفي جسم بتعيش معاه وفي جسم بيفضل فترات لا خالص هو الفكره مش كده خالص ده وممكن ينطبق على المواد الخارجيه من الجسم لكن الدهون الذاتيه من الجسم هي من ذات الجسم نفسه من الجسم أم. من شخص نفسه فعلشان كده الجسم مستحيل يرفضها لان هي اوريدي دهون عايشه معانا طول العمر فمستحيل الجسم يرفضها احنا بنقول ان الجسم بيمتص فسيولوجيا حوالي 30 ل 40% من الدهون دي. طيب, طيب احنا علشان نعادل الرقم دوت علشان احنا نحقن كتير مننا بيطمح بان هو يحصل على ثدي كامل الاستداره ومؤخره كامله الاستداره طيب. نحقن كميات كبيره طيب ما في ناس تقول ما هو 30 إلى 40% دول لما يموتوا طب ما هو هنرجع للوضع الطبيعي بتاعنا. بيتخوفوا من الموضوع بالزبط. ده. بالظبط فاحنا بنقول ان احنا في البدايه بنعمل حاجه اسمها اوفر كوركشن، اوفر كوركشن ده عباره عن ايه؟ ان احنا بنحقن كميات مضاعفه عن المطلوبه. طيب. يعني لو احنا المفروض ان احنا نحقن لتر بنحقن حوالي لتر ونص او 2 لتر من الدهون طيب. دي ليه لان احنا عارفين ان الجسم بيمتص منها طبيعي حوالي 30 ل 40% المريض يخرج من من الاجراء او من الجلسه يلاقي الشكل اوفر شويه او كبير شويه أيوة. احنا نطمنه ونقول له ترجع المعدل الطبيعي بالظبط ان احنا علشان نوصل للمعدل اللي احنا عاوزينه لازم نعمل الاوفر كوريكشن ده نحقن بزياده شويه علشان لما الدهون دي تخس يتبقى الجزء اللي احنا عاوزينه بالظبط تمام. طيب. معانا رحمه من اسكندريه الو الو لو سمحتي كنت عايزه اسال الدكتور عن الخطوط اللي بتظهر في الوش هي الاحسن خصوصا ان انا عندي 20 سنه لسه بدا عندي خطوط الضحكه وخطوط الدبلوم تمام ده سؤال مهم يا دكتور هو حقيقي. ده يعتبر الغير ذاتيه بقى صحيح و... علاج الخطوط تمام لو جينا نتكلم طبعا زي سؤال رحمه اللي هي بتساله سؤال كويس جدا طبعا ومهم جدا مهم جدا حقيقي طبعاً. عن الخطوط التعبيريه ايه؟ والخطوط الحركيه هنقول ان الخطوط دي اصلا في الوجه عباره عن نوعين من التجاعيد تجاعيد التجاعيد التعبيريه والتجاعيد الاستاتيكيه اللي هي الثابته اللي بتتحركش يعني مجرد ان ابص لوش حضرتك الاقي التعبير ده او الخطوط طبعاً. دي مش فارقه بسن معين لا ملهاش علاقة بالسن هنا خالص طيب. فاحنا بنقول هنا ان التدخل هنا بيكون عبارة عن ايه؟ اولا ممكن نستعمل المواد الغير طبيعية او الخارجية عن الجسم زي مادة البوتكس، طيب. مادة البوتكس بتشل العضلة اللي موجودة في منطقة الجبهة علشان ان احنا نقدر ان احنا نتخلص من الخطوط التعبيرية ديت، طيب, طيب حقن الدهون بالفعل اثبتنا ان احنا بحقن الدهون قدرنا ان احنا نفرد منطقه الجلد تماما، ولكن للاسف احنا في حقن الدهون بنحقن فوق منطقه العضله، فبنحتاج ان احنا كمان نحقن منطقه العضله، فافضل حل للخطوط التعبيريه اللي في الوجه هو حقن البوتكس، امن جدا ما فيهوش اي مشكله خالص، بنقدر ان احنا نعمله في اي مرحله عمريه وطبعا بالنسبة للرحمة هي بتقول إن خصوصا ان سنها صغير فكتير من الناس بتسأل طب يعني ازاي الخطوط التعبيرية والخطوط دي بتظهر في الأعمار الصغيرة وليه كنا زمان متعودين انها تظهر في الاعمار الكبيره جدي وجدتك والكلام ده كله أيوه فعلاً. دلوقتي بتظهر في الاعمار اه الصغيره بشوف اصلا شباب 16 سنه وسن مراهقه وعندهم ليه بقى تبقى نقص كولاجين بالظبط كده العادات الغذائيه الغير سليمه طبعًا. كمان عدم شرب السوائل بوفرة اه 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 كمان الحاله النفسيه والحاله الذهنيه في عده عوامل هي اللي بتساعد على تكوين الخطوط دي فلازم نهتم بالحاله الغذائيه نشرب سوائل كتير في اليوم وكمان نهتم بالحاله النفسيه ما نبقاش دايما متوترين لان اي توتر او اي حاله نفسيه مش سليمه بتنعكس بصوره سلبيه على الوجه بالاخص تمام ومعانا ندى من اسيوط السلام عليكم سلام. عليكم السلام ازي حضرتك الحمد لله ازيك يا فندم عامله ايه الحمد لله يا ندى ازيك اتفضلي معايا دكتور سلام اتفضلي الدكتور معاكي ممكن توطي بس التلفزيون؟ لو سمحتي اتفضلي <applause> فاصلة <فصلتنا> ندى <دا. تصفيق> مشكلة آه، اتصال تاني يا ندى لو سمحتي م -م. طيب يا دكتور هنبدا آه حاجه حاجه في التجميل يعني في بنات كتير بتعاني من منطقه الثدي ان هي الحجم مش تمام ممكن داخله على جواز وعامله لها مشكله ازمه وعدم ثقه بالنفس تمام فاحنا عايزين مرحله الثدي تكبيرها هنبدا خطوه خطوه وبعد كده هندخل على النحت وبعد كده ندخل على المؤخره فمع حضرتك الثدي طبعا يعني يعني مظهر جمالي في السيدات تمام. اي مشكله فيه مش بتنعكس بس على الحاله الصحيه والحاله العضويه لا الحاله النفسيه مهمه م. جدا لان احنا اصلا في جراحه التجميل عموما بنخاطب ثلاث محاور رئيسيه، المحور التجميلي والمحور الصحه العامه وكمان المحور النفسي، دي محاور م. اساسيه في جراحه التجميل لازم نستهدفها، فلازم نستهدف المحور النفسي للفتاه اللي هي مقدمه في بدايه انا احب نطمن الناس ونقول لهم نبدا نقلق عند عمر كام نقول ان الثدي بتاعنا شكله مش طبيعي او هو محتاج تدخل او هو محتاجين نزور الدكتور عند سن 18 سنه اخترنا السن دوت ده لاكتمال النمو الهيكلي والهرموني للفتاه لان ممكن تبقى الفتاه جسمها صغير بالتناسق طيب. مع الثدي ممكن يبقى الثدي صغير وحجمه وابعاده طبيعي فهو هنتكلم عن الثدي هنقول ان في مشكلتين فيما يخص موضوع ضمور الثدي في ضمور جزئي للثدي او ضمور بسيط للثدي بيكون فيه نقص في المحتوى الدهني، بتلاقي فيه غدة الثدي واضحة وكويسة وما فيهاش أي مشكلة، ولكن فيه نقص في المحتوى الدهني ما وصلناش للأحجام المطلوبة. في الحالة دي بننصح الفتيات إن هم يعملوا حقن الدهون، حقن الدهون آمن جدا، ما فيهوش أي مشكلة، من خلال خرم صغير بنقدر إن احنا نحقن الدهون دي. طيب لو فيه ضمور كلي، الضمور كلي ده بيبقى الثدي ما غده للثدي تماما بيبقى طيب. على القفص الصدري في الحاله دي ما بننصحش بحقن الدهون لان هي مش هتوصلنا للشكل اللي احنا عايزينه طب ايه البديل؟ البديل بيكون حشوات السيليكون برضو طبيعيه ومجربه وامنه وما فيهاش مشكله هي ماده السيليكون هي بتستخدم في حاجات كتير جدا في الجسم زي الشرايح والمسامير اللي بيستخدموها دكاتره العظام حاجات كتير جدا بنستخدمها في الطب في ماده السيليكون علشان الناس بتسال هل ماده السيليكون دي امنه ولا فعلاً لا؟ فعلا هي لها اضرار يا دكتور؟ لا حقيقي ماده السيليكون امنه جدا وهل هي سيف. انواع؟ أكيد طبعًا السيليكون فيه شركات وفيه منتجات ولكن منظمة الصحة العالمية أوصت بنوع معين طبعًا لا داعي لذكر اسمه هو نوع معين لوزارة الصحة العالمية أوصت بيه في مادة السيليكون فلازم برضو نتوخى الحذر وإن إحنا نبقى عارفين إن النوع دوت هو اللي إحنا نقدر نستعمله. طيب بقى الأنواع التانية فيها خطورة؟ لا ما بنقولش فيها خطورة او ما اثبتتش التجارب ان فيها اي مشكله خالص لان زي ما قلت لحضرتك ان السيليكون بيتخش مثلا مع دكاتره العظام في الشرايح والمسامير ومع دكاتره المخ والاعصاب في الشرايح والمسامير بتاعته فهو ماده امنه جدا وسيف مع الجسم احنا يعني في جراحه التجميل بنقدر ان احنا نستعمله في الثدي ما اي مشكله طيب النحت يا دكتور النحت هو بس عاوزين يعني نوضح للناس في البدايه الفرق اللي هو الكيرفي الحلم كل منه بالظبط كده <applause> الفرق بين النحت والشفط لان كثير من الناس يقول لك في خليط في الفكره بين النحت والشفط يعني ايه شفط دهون ويعني ايه نحت الجسم وايه الفرق بينهم هنقول شفط الدهون دي هي عمليه لاستخراج الدهون بكل بساطه طيب. بنستخرج الدهون اللي موجوده طب ايه النحت ده النحت دوت هو عباره عن مجموعه من الخطوات بنعمل فيه شفط دهون وحقن دهون طيب. يبقى هي عمليه تنسيقيه للجسم لابراز المناطق الجماليه فهي ما بتبقاش شفط دهون فقط هي يعني بتبقى شفط دهون وحقن دهون في مناطق تانية علشان نوزع تقسيمات الجسم او كيرفات الجسم بالصوره الطبيعيه ده يعني الفرق يعني نقدر اللي يا دكتور مثلا لو البطن كبيره نشفط من البطن و توزع بقى زي ما هي عايزة في الجسم سواء الثدي أو المؤخرة مظبوط احنا في الفترة الأخيرة في مصطلح في جراحة التجميل عندنا بنسميه مامي ميك اوفر أو التحول في الجسم إن احنا نقدر في جلسة واحدة إن احنا نشفط الدهون أو ننحت منطقة البطن والظهر والخصر طيب. نستعمل الدهون دي في حق منطقة المؤخرة وفي حق منطقة الثدي نقدر كل ده نعمله حاليا في جلسة واحدة يتراوح وقت الجلسه من ساعتين لثلاث ساعات وهي من عمليات اليوم الواحد اللي بنروح مباشره في نفس اليوم. تمام طيب. طيب يا دكتور في موضوع مهم جدا للسيدات وبرضه في رعب وبيفضلوا يسالوا على النقطه دي بعد الولاده تنفع او لا في عمليات اللي هي شد البطن. بتبقى لوحدها في ناس بتبقى هتولد خلاص وعايزه اعمل العمليه دي هل فعلا صحيا او هي هتقدر تعمل عمليه شد البطن تمام. بعد الولاده مباشره في خطر او اللي هي حتى لو ما فيش خطر هي هتقدر حضرتك مع الولاده ولا بعد الولاده؟ لا مع الولاده مع الولاده احنا هنتكلم طيب. اللي هي لوحدها تمام في ايام عاديه لكن في ستات كتير قوي بتعمل بعد الولاده مباشره في ساعه الولاده سالتني السؤال دي كتير جدا تقصدي يعني. في ساعه الولاده طيب هو سؤال كويس جدا هنوضح النقطه دي تمام احنا ما بننصحش في جراحه التجميل ان احنا نعمل شد البطن مع الولاده مباشره ليه صعبه صح مش موضوع صعبة علشان احنا لازم ندي فتره لتمدد الرحم الرحم بيبقى متمدد في صوره مش طبيعيه نتيجه الولاده والحمل فلازم ندي فتره لتمدد الرحم وتمدد جدار الرحم بالصوره الطبيعيه فاحنا بننتظر حوالي 3 شهور بعد الولاده بعد كده نبدا نعمل اجراء شد البطن طيب السؤال الاهم والسؤال الاخطر بعد كده هل احنا نقدر نعمل موضوع الحمل دوت بعد شد البطن احنا بنقول بكل وضوح وبكل صراحه لا ما ينفعش لازم نبقى احنا عندنا في الخطه بتاعتنا ان احنا مش هيبقى في حمل خلال السنتين تلاتة اللي بعد عمليه شد البطن طبعا. لان في عمليه شد البطن الجراحي احنا بنشد عضلات البطن فطبعا ده ما بيديش مساحه لليوترس او الرحم ان هو يتمدد بالصوره الطبيعيه فاحنا بنقول عشان ننصح الناس نصحتين مهمين تمام النصيحه الاولى نقول لهم ان هم ما يعملوش عمليه الطمي او شد البطن مع الولاده مباشره لا يعملوها في فتره من شهر ونص لثلاث شهور عشان ندي فرصه لجدار الرحم ان هو يتمدد بالصوره الطبيعيه. كمان احنا ما ينفعش يبقى عندنا حمل او ولاده في خلال سنتين لثلاث سنين ما بعد جراحات شد البطن. لكن بعد الثلاث سنين عادي او الاربع سنين عادي؟ بالظبط بيكون عضله البطن بدات تريح بالصوره الطبيعيه بتاعتها نقدر ان احنا جدار الرحم يتمدد بالصوره الطبيعيه بتاعته فما بنقولش فيه اي مشكله خالص ما في مشكلة تمام تمام يا دكتور معانا جهان من القاهرة تفضلي الو 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 السلام عليكم السلام عايزه يا دكتور الشعر عندي شعر قصير قوي خفيف. ايه علاجته؟ تمام هو الدكتور انا جاوبك على السؤال ده هو الدكتور معانا تجميل وجراحة الشعر أول حاجة احنا لازم تحاليل يا دكتور بالظبط كده لازم نطمن على نسبه الحديد ونسبه الانيميا في الدم نطمن كمان ان هو ما فيش مشكله وراثيه في الشعر الجينات طبيعيه بصوره طبيعيه طيب. نبدا بقى ندور ونعالج الخلل دوت عاده بيبقى كل التدخلات بصوره غير جراحيه طيب. او بصوره طبيعيه جدا نقدر ان احنا نحقن البلازما في الشعر علشان نقوي بصيلات الشعر بصوره طبيعيه برضه طيب. نقدر ان احنا نستعمل بعض الكريمات اللي بتقوي بصيلاته ومغذيه لبصيلات الشعر او ان احنا بنستشير الطبيب المختص في موضوع طيب. زراعه الشعر والجلديه والليزر لازم نزوره برده علشان نحط لنا بلان او خطه واضحه ان احنا نقدر نمشي عليها علشان ممكن يبقى سببه تساقط الشعر وراثي، ممكن يبقى سببه انيميا في الدم، ممكن يبقى سببه نقص بروتين معين، ممكن يبقى سببه نقص فيتامين معين، فلازم نرجع للطبيب المختص عشان من خلال فحوصات بسيطه الدكتور بتاعك هيقدر يعرف ايه المشكله اللي سببت لك تساقط الشعر، ولما نعرف المشكله هنقدر ان احنا نحلها بكل بساطه. نجاوب على السؤال ده كمل اجابتي يا دكتور بعد <applause> اذنك معظمنا عندنا نقص فيتامين د يا جماعه ومحدش يعرف معظمنا ما بنطلعش الشمس اللي هي من 8 ل 10 الصبح معظم حاجات بسيطه زي التكيسات على الموبايل دي معلومه مهمه جدا ان هي بتطلع حبوب في البشره وبتعمل تساقط في الشعر واحنا كلنا معظمنا عندنا النقطه دي والانيميا صوره دم كامل يعني ثلاث حاجات كلنا معظمنا عندنا الحاجات دي لازم اول حاجه التحاليل في الشعر وبعد كده كله سهل اهم حاجه نطمن ان احنا من جوه تمام صحتنا من بره بتكون كاملة نكمل يا دكتور موضوعنا الشيق عن الجراحه والتجميل احنا كنا في النحت في نقطه بس ان بعض الدكاتره ما فيش ضمير المهم الفلوس أه. فيا دكتور انا عايزه اعمل شد بعد الولاده حاضر أه. ويجيب دكتور الجراحه وفعلا يعمل لها شد أه. وحصلت كتير يعني أه. قدامنا وحصلت حضرتك عرفت المعلومه دي قدام حضرتك أه. فنصيحه برضو نكمل بيها الحوار بتاعنا يكون خط اسود كده. هو <applause> يعني للاسف الشديد مجال التجميل عموما بحسه بقى تجاره في مصر والعالم كله في الفتره الاخيره كتير من الناس الغير مختصين بقوا بيتداولوا في المجال وبيمارسوا المهنه فاحنا بنقول ان احنا لازم نتوخى الحذر في التعامل نتعرف على طبيعه الجراح اللي بيتعامل معنا لازم يكون جراح تجميل لازم يكون عضو للجمعيه المصريه لجراحة التجميل صفحة. زي ما حضرتك نسيتي في التايتل في البداية إن إحنا تقدمنا أنا عضو في الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح وكذلك طيب. عضو في الجمعية الأوروبية لجراحة التجميل فلازم حضرت. نتقصى من حقيقه الجراح اللي بيعالجنا، طبعاً. من حقيقه الدكتور اللي بيعالجنا، نطلب نشوف يعني يعني للاسف الشديد هم اللي وصلونا للمرحله دي، نطلب نشوف الاي دي التعريفي بتاعه، معلش انا يعني انا واثقه في حضرتك وكل شيء، لكن حقاها. لازم نتقصى الحقائق، لازم نعرف ان هو جراح تجميل وعضو في الجمعيه المصريه لجراحه التجميل، جراحة التجميل في مصر فقط هو العضو في الجمعيه المصريه لجراحه التجميل، غير كده هو ليس جراح تجميل مختص. طب طيب نشرح يا دكتور شد البطن بسيط لان معظم في دكاتره مش تقنيه مش عاليه فبيفتحوا كذا فتحه مم. احنا الستات كلها عندها بتخاف من النقطه دي مم. هل هي زي القيصريه؟ أو هل هي صغيرة؟ هو وفين الجرح؟ تمام هو طبعاً في نوعين من شد البطن الجراحي ده طبعاً على حسب الحالة في شد البطن الجزئي وفي شد البطن الكلي شد البطن الجزئي ده عبارة بيبقى عبارة عن تانية أسفل منطقة السرة بتبقى منطقة البطن السفلية مضايقة كتير من الناس تمام. بيبقى جرح في طول جرح القيصرية بالظبط بنقدر ان احنا نتخلص من الثانيه اللي هي اسفل البطن دي طيب, طيب شد البطن الكلي هو شبيه بجرح قيصريه بس بيمتد شويه لحد عظمتي الحوض لازم يوصل للناحيتين العظمتين بتوع الحوض على الناحيتين عشان نقدر ان احنا نشد محيط الخصر كمان طيب. نتدخل في الحاله دي مع عضلات البطن بنقدر ان احنا نصلح عضلات البطن بالصوره الطوليه والصوره العرضيه علشان نتخلص من البروز اللي اعلى منطقه السره وكمان نتخلص من منطقه البطن السفلية تمام طيب. طيب المؤخره يا فندم المؤخره طبعا من افضل الحاجات او التقنيات الحديثه في جراحه التجميل هو موضوع حقن المؤخره بالدهون الذاتيه طيب. او اللي بيسموها بي بي ال اللي هي البرازيليان بات ليفت المؤخره البرازيليه بكل امانه وبكل وضوح بنقول ان حقن الدهون الذاتيه في الجسم بنقدر نوصل بيه للشكل اللي احنا عاوزينه والحجم اللي احنا عاوزينه بكل اريحيه وبكل امان انا ما بفضلش حشوات السيليكون في المؤخره بصراحه. طيب. رغم ان في كتير من السيدات بيجوا لنا المركز وبيطلبوها باي نيم بالاسم يقول لك انا عاوز اعمل حشوات السيليكون نعوز توصل لشكل معين في دماغها، طيب. احنا نقدر نقدم لك الشكل ده على فكره بحقن الدهون نقدر نوصل للحجم دوت بحقن الدهون، وخصوصا ان حقن الدهون بنقدر ان احنا نعمل له حاجه اسمها ريتاتش اعاده حقن تاني، يعني بنحقن مره وممكن في المتابعات نقدر ان احنا نحقن ونزود الحقن دوت. فانا ما بفضلش حشوات السيليكون في المؤخره بصراحه مشاكلها كتير حشوات م. السيليكون هنا منطقه الارداف بعيده شويه عن منطقه القلب فالدمويه بتبقى مش كويسه يحصل ريجكشن او الجسم بيرفضها فبنقول هنا ان موضوع البي بي ال او البرازيليان بات ليفت او المؤخره البرازيليه ان احنا نقدر نحصل عليها نحصل على مؤخره كامله الاستداره عن طريق حقن الدهون بس هنا في جزئيه ثانيه مهمه جدا اتفضل احنا عشان نظهر منطقه المؤخره دي بكل وضوح او اي شيء عموما عشان نظهره عندنا حاجه من الاثنين ان ممكن نعمل واحد حاجة فيهم او نعمل الاثنين مع بعض طيب. ان احنا عشان نظهر جزء معين ننحت الجزء اللي حواليه فيبدا الجزء ده يظهر بصوره طبيعيه عشان نظهره اكتر نزود الحقن بتاعه فاحنا أو. بنعمل هنا ايه بنعمل كومباينيشن او مزيج من الاثنين دول مع بعض إن احنا بنحقن محيط الخصر اللي حوالين المؤخره اول ما ننحته بالصوره الطبيعيه نبدا ننحته ونشفط الدهون بتبدا المؤخره تظهر قبل ما نحقنها فلما ننحت الجزء اللي حواليها بتظهر وتبان بعد كده بنزود الصورة دي او بنجمل الصورة دي بنحصل على مؤخرة كاملة الاستدارة بالحق ان احنا بنزود بناخد الدهون اللي احنا شفطناها نحقنها في منطقة المؤخرة هي دي فكرة البرازيليان بات ليفت او المؤخرة البرازيلية طب الخدود يا فندم طبعا والخطوط الفرنسيه <applause> الخدود طبعا من الحاجات الجميله جدا جدا اللي احنا بنحقن فيها الدهون وبتدي نتائج جميله وبتعمل كونتورنج كويس للوجه الدهون بتساعد على شد الجلد كمان لانها بتزود المحتوي الدهني طبعًا. الدهون بتحتوي على الخلايا الجذعيه كمان بتساعد نضارة البشره وهنا في منفعه مزدوجه للموضوع طبعًا. زي ما بنزود الف... الفوليوم او الحجم كمان بنقدر ان احنا نساعد على نضارة وان البشره كده تبقى نضره وشكلها كويس من خلال حقن الدهون حاجه كويسه جدا وحاجه مفيده جدا حقن الدهون في في موضوع شرفتنا يا دكتور شكر جدا كانت حلقه شيكه معي شكر جدا انتظرونا الحلقه الجايه مهمه جدا وشيكه جدا لو بتخافوا من العفاريت او الاطار بتاع العفاريت استنونا الحلقه الجايه مع صالون نيرفانا بالحلقه